راوند اب. صباح النور وسيم. البداية في راوند اب باش تكون بتصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله البارح بقصر قرطاج نانسي فايز وزيرة الداخلية الألمانية وجيرالد دارمان وزير الداخلية الفرنسي، وين شدد على أنه تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى، وأنها لن تقبل أيضا بتوطين المهاجرين في ترابها. أنني أعبر من جديد عن أن تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ولا نقبل أيضا أن نكون بلدا للتوطين. وللأسف بعض التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين تشير إلى سياسة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس، بالرغم من أن المعاملة التي يجدها هؤلاء البؤساء والفقراء القادمون من بلدان الساحل والصحراء، هذه المعاملة في تونس هي معاملة إنسانية أفضل بكثير من المعاملة التي يجدها هؤلاء في عديد الدول الأخرى. ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم أساسا على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج. ونعمل على القضاء على الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع. أن ثمن باخرة البحرية يمكن أن يكون مصدرا للثروة. الحلول الأمنية ضرورية، ولكن هذه الحلول الأمنية لم تؤدي للأسف إلا إلى مزيد تفاقم الأوضاع. ومنذ أيام قليلة تعلمون جيدا ما حصل في عرض سواحل اليونان. في موضوع آخر، وين استشهد صباح أمس عون أمن بعد تعرض العملية طعن بآلة حادة أمام سفارة البرازيل بتونس من قبل شخص أثبتت التحريات الأولية أنه أستاذ تعليم ثانوي يعاني من اضطرابات نفسية. رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية يروي تفاصيل الحادثة في تصريحه للإذاعة الوطنية. عملية اعتداء جرامي على عون أمن يعمل أمام سفارة البرازيل. الشخص المعتدي كان يحمل آلة حادة اعتدى بها على عون الأمن في جسده قرب القلب. معناتها الإصابة كانت خطيرة جدا. حسب التحريات الأولية أنه الشخص هذا مضطرب نفسانيا حسب أقوال عائلته. عمره حوالي 53 سنة. أثناء الاعتداء تم إطلاق النار على ساقي، تم نقله للمستشفى وجاري معناتها الابحاث والتحريات معه. زميل معناتها كانت اصابته خطيره ومعناتها توفى والله يرحمه. في شأن آخر، وين أكد المحامي سمير ديلو لدى حضوره أمس في برنامج هنا تونس على ديوان فام وفي تعليقه على القرار القضائي بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، أكد أنه من دور وسائل الإعلام الخوض في حيثيات ملابسات القضايا. هي مراسلة من قاضي التحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية إلى رئيس الهيكل. موضوعها شنو؟ تذكير بمنع تداول حيثيات ملف منشور لدى التحقيق. إذا كان تذكير إيش معناه؟ معناه بحاجة معلومة. هذا يفترض حالتين. هو أنه يكون ثم مراسلة سابقة مثلا، ليش؟ لأنه لو جات ثم رأي قلب، وإلا تذكير بما هو معلوم بالضرورة اللي هو شنو؟ راهو ثم معطيات شخصية ما تحكيش عليها، ثم أوراق أنت بحث ما تنشرهاش الى غير ذلك. ختمت المراسله هذه، هاو باش تختم مراسله للرئيس لايكا. المرغوب منكم تنفيذ هذا القرار تطبيقا لاحكام النصوص القانونيه المذكوره عليه. مش عارف كيفاش رئيس لايكا باش يطبق قانون الغير، والا قانون حمايه المعطيات الشخصيه تم استحاله تطبيقه. علاش؟ على خاطر القرار غير صحيح، ولا خاطر ما عندوش مستند قانوني، ولا خاطر اللي باش يخرقوا اذا كان هذا يعتبر خرق، انا نعتبر هذا ممارسه لحق اصيل، ما ثم علاش باش تعاقبوا؟ ما ثماش كومش يعاقبوا، ولا خاطر يمارس في دوره. من جانبها، وإن دعات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع منظوريها إلى مواصلة القيام بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها، وفق ما أعلنه عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين وجيه اللوافي خلال تدخله البارح في برنامج إكسبريسو في إكسبريس أفام. يتعارض مع الدستور الحالي، دستور 25، مواثيق دولية خاصة بالحقوق المدنية والسياسية واللي تونس كانت طرف فيها وصادقت عليها. يتمنع أنت الوسائل الإعلام السمعي البصري تفتح الباب للتأويل، تفتح الباب أنه المواقع والصفحات تنجم تتناول الموضوع هذا، وهذا خطر كبير. ندعيو الزملاء والزميلات إلى التعاطي مع القضية هذه ومع جميع القضايا الحقيقة، القضايا التي تمس الرأي العام بمهنية ووفق ما يمليه ميثاق الشرف الصحفي.
نحكيه اقتصاديا توا، وين اكد المدير العام لمركز تنمية الصادرات الليبي محمد علي الذيب في تصريح للزميلة رانيا رزيق ان تونس تعد الشريك الاقتصادي العربي الاول لليبيا، وهناك عراقيل تواجه الصادرات الليبية في عملية الدخول الى تونس. علم الجميع ان تونس هي شريكنا الاقتصادي الهام بالنسبة لليبيا، وهي الشريك الاقتصادي الاول عربيا، ونحن في ليبيا نعتمد اعتماد كامل بما يخص الواردات. غالبية السوق الليبية هي معتمدة على الصناعات التونسية. المستهلك في ليبيا يثق ثقة كبيرة في المنتجات التونسية، في سواء كان في المواد الغذائية أو في الطبية. العراقيل تواجه تحديدا الصادرات الليبية أو المنتجات الليبية عند دخولها إلى تونس وليس العكس. بالعكس، المنتجات التونسية تدخل بكل أريحية وفق مذكرات التفاهم المبرمة عن طريق وزارة الاقتصاد. يعني نشدنا السلطات التونسية عن طريق وزارة الاقتصاد بوضع حلول لهذه العراقيل والتي تواجه المصدرين. وتحدث محمد علي الذيب عن ظاهرة التهريب مشددا انها ظاهرة عالمية في المناطق الحدودية، وانه فما سعي كبير برشا متواصل لتنظيم التجارة بشكل سلس بين تونس وليبيا. التهريب هذه ظاهرة موجودة في جميع دول العالم، وخاصة المناطق الحدودية. هذه في جميع دول العالم موجودة، حتى في الدول المتقدمة دائما المناطق الحدودية توجد فيها تجاوزات، توجد فيها تهريب، توجد فيها كذا. ولكن جميعنا نسعى إلى النظام وإلى التنظيم، حتى أن تكون يعني جميع السلع تدخل بطريقة قانونية وأيضا طريقة صحية، حتى حفاظا على المستهلك أول، سواء كانت غذائية أو طبية أو أي نوع من أنواع السلع. النظام هو أساس الحياة. نحن نسعى إلى تنظيم التجارة بشكل سلس، وأيضا بشكل نزيح فيه كل العراقيل أمام المصدرين، سواء كما ذكرت لك في ليبيا أو في تونس. وظاهرة التهريب هذه طبعا هذه جريمة يعاقب عليها القانون، وكلنا ضد التهريب. كانت هذه وسيم أهم الأخبار والأحداث اللي سايرة في تونس في 24 ساعة الأخرى.